ده كان أول خبر معنا. خبر تاني متعلق بقى بنجمة سلة النادي الأهلي الكابتن نادين سلعاوي، نجمة سلة الكرة المصرية والنادي الأهلي، وهي متعلقة في دوري الجامعات الأمريكي. في الفترة الحالية حصلت جائزة أفضل لاعبة في الأسبوع للقسم الجنوبي من المسابقة. نادين قادت فريقها نورث كارولينا جريسبورو للفوز على جامعة فريد بنتيجة 106-44 ضمن منافسات القسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي. سجلت نادين أمس الثلاثاء 31 نقطة كأكثر اللاعبات تسجيلا للنقاط في المباراة، وعقب مرور 5 مباريات في البطولة نجحت نادين في تسجيل 129 نقطة حتى الآن بواقع 21.5 نقطة في المباراة الواحدة. ده متوسط تسجيل نادين سلعاوي في المباراة الواحدة أكثر من أي لاعبة أخرى، وده رقم قياسي بالنسبة للاعبة مصرية أو لاعبة سابقة في النادي الأهلي نادين سلعاوي. نادين ترشحت ضمن 8 لاعبات لجائزة الأفضل في الأسبوع في القسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي، وقادت نادين فريق هذا الأسبوع للفوز في 3 مباريات أمام جامعة ميرلاند إسترن وليبرتي وإرسكن في الدوري الأمريكي. تخطت نادين سلعاوي 1600 نقطة في تاريخ مشاركتها مع فريقها، وتحتاج إلى 277 نقطة فقط لتصبح الأكثر في تاريخ جامعتها تسجيلاً للنقاط. نادين سلعاوي من أسرة مهتمة جداً وأسرة نجوم كرة السلة المصرية، شقيقها كمان أحمد سلعاوي موجود في فريق السلة رجال في النادي الأهلي، والدهم بالتأكيد الكابتن سلعاوي طبعا الاسم الكبير والأشهر والأميز في لعبة كرة السلة في مصر خلال الحقبة الزمنية الماضية. نتمنى لها التوفيق يا رب، وواجهة مشرفة متواجدة في دوري الجامعات الأمريكي خلال الفترة القادمة. قدامنا حتى كمان ليها صور خاصة وهي بتلعب في دوري الجامعات، وإن شاء الله يكون ليها مستقبل كبير في الفترة القادمة، ونستفيد كمان باسمها ومكانتها في لعبة كرة السلة لكن على مستوى السيدات في المرحلة القادمة.